مسألة أن يكون كيف أربي طفل واثق من نفسه؟ يا سلام، أنا بسألك سؤال، ودك ولدك يكون متفوق؟ والله ودي. ودنا. ودك ولدك يكون متميز؟ يا سلام. ودنا. ودك ولدك يكون متحدث بارع؟ يا سلام. ودنا. ودك ولدك يكون يقود مجموعة؟ ودنا. لكن تدري كل هالأمور اللي عديت لك تحتاج إلى بناء الثقة بالنفس. كيف يا دكتور؟ أقول لك كيف، يعني اعمل على صناعة وبناء شخصية الطفل، طفل واثق، وبالتالي كل الأمور ذيك تجيك. عطنا مختصر. مختصر، وش مفهومه وشي بناء الثقة بالنفس لدى الأطفال؟ مفهومها باختصار إيش؟ مفهومها هو ارتفاع منسوب تقدير الذات. كيف؟ لابد يستشعر هذا الطفل انه في داخل المنزل او حتى خارج المنزل، يعني يستشعر ان هذا المربي معطى الحريه، معطى الاستقلال، طيب، مؤمن بقدراته الداخليه، نسميه احنا مبدا الفروق الفرديه، معطى حريه للتحدث، مفعل الحوار الهادف. كل هذه الامور تدخل في بناء ايش؟ الثقه بالنفس. فكل الامور هذه اذا حصلت، ترى امور حياتيه، يعني اسميها انا ركائز اساسيه. كل الامور هذه الطفل يرى الوالد او يرى الام او يرى المربي قدوه. فكل الامور هذه لو وفرها المربي للمتربي لهذا الطفل، بالتالي انا اضمن ان الطفل هذا يكون متفوق، واضمن انه يكون متحدث، واضمن انه يكون يعني قيادي في المستقبل. فهذه باختصار. هذه باختصار.